اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قوات كينج هيستوري، القوات اللي بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها. والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن تفاصيل هرم الملك جيت كارع، وهنكمل كلامنا بالتحديد عن البنيه التحتيه للهرم. ولما نبدا نكمل كلامنا عن البنيه التحتيه للهرم هنلاحظ ان لصوص الحجاره اقتلعوا جدران الحجر الجيري اللي كانت موجوده في البنيه التحتيه للهرم، واللي صممت بالتحديد جدران البنيه التحتيه، وده اللي جعل اعاده تصميم مخطط البنيه التحتيه للهرم امر صعب جدا على المستكشفين وعلماء الاثار. ولاحظ علماء الاثار ان السرداب الخاص بالهرم وسقف الهرم المسطح هما اقل حاجتين اتعرضوا لاضرار وقت سرقه محتويات الهرم، وقدروا علماء الاثار ان هما يوصلوا لقلب او لب البناء اللي اتبنت منه البنيه التحتيه للهرم، ولاحظوا ان هي بتتكون من شظايا او من قطع من الحجر الجيري عباره عن كتل ضخمه اتقطعت من العمدان ومن الجدران اللي كانت بتكون الحجرات الخاصه بالبنيه التحتيه للهرم. وطبعا كل الكتل دي وكل القطعه دي اتكونت منها البنيه التحتيه الخاصه بالهرم. وبسبب الاضرار اللي حصلت في لب الهرم او في البنيه التحتيه الخاصه بالهرم تم هدم الجدار اللي بيفصل بين غرفة الانتظار وغرفة الدفن الخاصة بالملك بشكل كامل. وخضعت البنية التحتية الخاصة بهرم جيت كارع لأعمال ترميم كبيرة جدا وبشكل متواصل، وبالتحديد قلب الهرم وجدران غرفة الانتظار. وفي الأصل كان تابوت الملك جيت كارع موجود في الجزء الغربي من غرفة الدفن، وتحت أنقاض البنية التحتية للهرم قدروا علماء الآثار إن هم يوصلوا لبعض أجزاء من التابوت الحجري الخاصة بالهرم. وقدمت العينات اللي عثر عليها العلماء مجموعة من التواريخ ما بين 3340 ل 2460 قبل الميلاد، والعينات دي قدمت نطاق مشترك من التواريخ ما بين 2886 قبل الميلاد ل 2507 قبل الميلاد. وطبعا هنلاحظ الحقبة او التواريخ او مجموعة التواريخ اللي انا قلتها هيكون في اختلاف طبعا على رجوع العينات دي ليها. في بعض علماء الآثار بيقولوا ان التواريخ اللي احنا قلناها متقدمة جدا عن التواريخ اللي كانت فيها العينات، وفي بعض علماء الآثار بيقولوا ان الحاجات دي جديدة جدا عن التواريخ اللي احنا قلناها. فطبعا ده كله يرجع لعلماء الآثار والفحصهم للعينات دي. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله الحلقة الجاية نكمل كلامنا عن عصر الأسرة الخمسة، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. مننسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.